أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في شوف الصحافة على قناتكم شوف تي في. بداية الجولة من يومية المساء والعنونات: مقاتلات اف 16 المغربية تستنفر المخابرات الحربية الجزائرية. وفي التفاصيل: هل عدل المغرب طائرات اف 16 حتى تحمل صواريخ أمريكية؟ هذا السؤال أثاره موقع ميناء دفاع التابع للمخابرات الحربية الجزائرية في ضوء متابعته لسباق التسلح بين المغرب والجزائر في حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. وحسب الموقع، في المغرب اقتنى 6 نماذج من صواريخ هجومية أمريكية متطورة مضادة للسفن والبوارج خلال العام الماضي. باقي التفاصيل يمكنكم تشوفوها بيومية المساء. هكذا يقضي الملك عطلته في الشمال، عنوان اخترناه لكم مشاهدينا من يومية أخبار اليوم. وفي التفاصيل: بدأ الملك محمد السادس رفقة أفراد أسرته عطلته الصيفية يوم أمس الثلاثاء في مقر إقامته بمدينة المضيق العاصمة الصيفية للمملكة، والتي اعتاد قضاء شهري يوليوز وغشت من كل سنة بها. وضحت اليومية أن الملك وصل أمس الاثنين لمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة قادما من الرباط بعد تدشينه للطريق المداري الحضري الجديد بين العدوتين، قبل أن يتوجه موكبه برا إلى مدينة الرباط ثم إلى قصره الشاطئي بمدينة المضيق المجاورة. باقي التفاصيل يمكنكم تشوفها بيومية أخبار اليوم. وإلى يومية الأحداث المغربية والعنونات: العثمانية أنا ممنوع من التدخل في القضاء. وفي التفاصيل: رفض العثمانية التعليق على تدخلات بعض البرلمانيين بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقل احتجاجات الحسيمة، واعتبر أنه لا يتدخل بالقضاء بحكم أن السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطة. باقي التفاصيل يمكنكم تشوفوها بيومية الأحداث المغربية. وختام الجولة بيومية الاتحاد الاشتراكي والعنونات: رونار لم يناقش الجامعة بشأن مستقبله مع المنتخب. وفي التفاصيل: نفى الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع الأسود، وقال رونار إنه لم يعقد أي اجتماع مع مسؤول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد نهاية كأس العالم بروسيا، ولم يضع أي شرط بخصوص مستقبله مع المنتخب. باقي التفاصيل يمكنكم تشوفوها بيومية الاتحاد الاشتراكي. بهذا الخبر كان وصل مشاهدينا لختام شوف الصحافة. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.